الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من سنن العيد يا أيها الإخوة أنه إذا ثبت دخول هلال شوال برؤيته أو بإتمام رمضان 30 يوما، فعندئذ دخلت ليلة العيد بغروب الشمس. ومن هذه السنن إحياء هذه الليلة بالتكبير إلى صلاة العيد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وثمة صيغة أخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. من السنن المتعلقة بالعيد المبادرة إلى إخراج زكاة الفطر بإعطائها مستحقيها قبل صلاة العيد. من السنن أيضا أن يمضي الإنسان إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق ثاني. من السنن أن يغتسل الرجال ويتنظفوا ويلبسوا أحسن ملابسهم ويتطيبوا. من سنن العيد أن يشهدها نساء المسلمين غير الحيض، فيشهدون هذه الصلاة مع المسلمين ويشهدون دعوة الخير. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل، أي في ناحية من نواحي المصلى يعتزل الحيض المصلى، لأن المصلى غير المسجد. المسجد لا يجوز أن تدخله حائض بأن تبقى فيه، أما المصلى يجوز أن تدخله الحائض النفس وتبقى فيه. من سنن العيد أيها الإخوة التهنئة، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بهذا العيد، ولهذا كان تهنئة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم، دعاء إلى الله بالقبول. من سنن العيد يا أيها الإخوة الفرح والسرور وإظهار نعمة الله، إظهار نعمة الله على عبده من غير بطر ومن غير كبر ومن غير سرف ومن غير تبذير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من السرف في أنواع الحلويات، من السرف في أنواع الأطعمة، من البذخ في الملابس الغالية الباهظة للأطفال والصغار والكبار، هذا من البذخ والسرف الذي لا يرضاه الله عنا. وما هذا حق شكر نعمة الله على من قام رمضان وصامه. جعل الله أيامنا أعيادا، وجعلنا في عيده من المقبولين، وفي أعيادنا من الفائزين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله.